زياره انتاج الحمام. واحد بيقول بيسال على فيسبوك بيقول ناشر منشور بيقول الحمام عندي قطع بيض من 7 شهور وجربت كل حاجه البندقر وحلبه مغليه وشيح وعلاج بيطري فيتامينات ولا حل، مفيش فايده مع اني بشوفه يجري ورا بعضه ويكسر ومفيش بيض نهائي. اعمل لايك للفيديو وتعالى نشوف الموضوع ايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم، ازيكم وحشونا عاملين ايه، يا رب تكونوا بخير. معكم اخوكم مصطفى. موضوع فيديو النهارده مكون طبيعي حبوب، يعني اكل للحمام، اكل حاجه ما بناكلهاش ما بنحطهاش في الكلفه، هنحطها المره دي بس للحمام اللي هو قطع بيض، حاجه كنا بنعملها زمان ايام جدتي وجدتها. اعمل لايك للفيديو وتعالى نبدا. كنت عملت فيديو قبل كده للحمام اللي قطع بيض، كان فيه كنا بنقول مكونات الكلفه للناس اللي هي بتاكل صنف واحد، لكن هو مش ده موضوعنا. مكونات الكلفه هسيب لك رابط الفيديو تحت مكونات الكلفه، وكنا بنضيف عليها ثنائي فوسفات الصوديوم، وبنحط للحمام برضو جروفيت بلس، قلنا جروفيت بلس والسيلينيوم المستورد والتحديد، الخمس حاجات دول اللي احنا ماشيين عليهم على طول. لكن الموضوع النهارده عويص شويه، اللي هو بيقول ان بقاله الحمام عنده 7 شهور مش بيبيض، حمام لو عنده ديدان هو مش هيبيض. طبعا كنا عملنا برضو مقارنه بين ادويه الديدان اللي هي بنستخدمها سترات البابرازين بنداكس او ميمفاجول، طبعا كنا ساعتها لقينا ميمفاجول ده افضلهم. هسيب لك برضو رابط الفيديو في وصف الفيديو، بس خد بالك ادويه الديدان قلنا بتاثر على ريش الزغاليل. لكن النهارده معانا مكون جديد، اذا ما كانش الحاجات اللي قلنا عليها دي مفيش ديدان مفيش سالمونيلا، يبقى هنعمل اللي احنا هنعمله ده مع الكلفه بتاعتنا زي ما هي، ونفس الحاجات اللي بنعملها، الخمس حاجات اللي قلنا عليهم، الكلفه المتوازنه وثنائي فوسفات الصوديوم عليهم في الفيديو اللي فات اللي قلنا عليه، والتحديق وجروفيت بلس والسيلينيوم. هنضيف عليهم حاجه كمان اللي هي رز الشعير. رز الشعير اللي ما يعرفش رز الشعير هو ايه، رز الشعير اللي هو الرز المصري احنا بنقول عليه كده قبل ما يتقشر زي ده، الرز اللي بنطبخه اللي بناكله قبل ما يتبيض زي ما بيقولوا، قبل ما يروح المكنه اللي بتشيل القشره تخليه ابيض كده، هو شكله كده بالشكل ده اهو، شكله كده، ده رز الشعير بالشكل ده. طب ايه فايده رز الشعير، وايه انت جبت الكلام ده منين؟ هقول لك انا جبت الكلام ده، طبعا الحاجات الخمس حاجات اللي قلت لك عليهم مكونات الكلفه دي، والحاجات اللي هي معاها ثنائي فوسفات الصوديوم والتحديق وجروفيت بلس والسيلينيوم عملتهم في الفيديو. واللي بيسالني الحمام عنده مش بيبيض ببعت له الفيديو، بسم الله ما شاء الله ناس كتير ما مشت على الطريقه، كل واحد بيقول لي الحمد لله الحمام بدا يبيض من تاني. لكن النهارده برضو هضيف حاجه اللي انا كنت ناسيها اللي زي ما قلت لك، اللي هو رز الشعير. الطريقه دي كنا بنعملها زمان، حكايه رز الشعير دي يا جماعه كنا بنعملها زمان، وبرضه الحمام بتاعنا كان سايب بيطير ياكل من وسط الاراضي، فهو كده كده كان بياخد وبياكل رز الشعير من غير ما احنا نعرف. وعلى فكره الرز الشعير ده بينفع كمان مع كل الطيور اللي هي قطع بيض، زي البط زي الفراخ الدجاج، يعني كل الطيور حتى لو العصافير برضه تعرف تاكله وبرضه بيجيب معاها نتيجه. طيب هو بيشتغل ازاي، يعني ايه اللي يخلي الحمام يبيض تاني، الحمام القطع بيض؟ هقول لك انا حاجه، انت عارف احنا طبعا بنقعد نقول الحمامه دي مليسه، الحمامه دي مدهننه زي ما بيقولوا، فيها نسبه دهون عاليه، فطبعا التليس ده والدهون الكتير بتخلي الحمام او الطيور عموما مش بتبيض. طيب احنا عايزين نحرق الدهون دي، الدهون دي بتتحرق كده، طب انت عرفت منين ان هي بتحرق الدهون؟ هقول لك انا ازاي، هقول لك ان هو بيقضي على الدهون ازاي ويخلي الحمام يبيض من تاني. شوف لما كنا زمان في الفلاحين كنا بنربي البط طبعا ونذبح عشان نطبخه ناكله، فقبل ما كانوا هما كانوا بيطبخوا للبط طبعا، فالبط كان بيسمن، كانوا بياكلوه طبيخ وياكلوه طبيخ كمان وعليه سمك، فكان بيسمن وكانت بتبقى صحه البط كويسه، لكنه كان بيبقى سنين فيه دهون كتير، فهو قبل ما يذبحوه فكانوا بياكلوه، كانوا بياكلوه القشره اللي هي بتاعه الرز ده، القشره اللي بتطلع وبتخلي الرز يبقى رز ابيض كده، فكانوا بيطلعوا القشره دي اسمها الرجيع، كانوا بياكلهم البط رجيع قبل ما يذبحوه بحوالي 10 ايام او اسبوعين حتى يقوم ينشف. لكن طبعا اللي انت بتشتريه من السوق محدش بيعمل كده لانه مش عايز البط يخس، فهي دي الطريقه اللي كانوا بيعملوها، فاحنا برضو هنعملها مع الحمام. تبقى ان شاء الله الطريقه دي هتقضي على الدهون اللي في الحمام والحمامه المليسه والحمام العطال، هتشغل يا جماعه ان شاء الله الحمام العطال طالما مش محجره اللي بيبقى فيها حجرها زي ما يكون عليها بيضه وهي مش عليها بيضه، لكن هو هيقضي على الدهون الحمامه المليسه والحمام اللي مش بيبيض. بس خد بالك قبل ما تقفل الفيديو في اضرار، اوعى تعمل كده وتقول ان انا قلت، لسه في حاجات هقولها لك. شوف يا سيدي، اول شيء انت لو هتقتيل الحمام اللي مش معاه زغاليل عادي لان مفيش مشكله، لانه هيموت الزغاليل، لو انت اعطيت مع الحمام اللي معاه زغاليل هيموت الزغاليل، لان زي ما قلت شوف بقى يا سيدي، لو دققت في اي حبايه رز هتلاقي ان هي لها سن مدبب، السن المدبب ده بيبقى فيه شوكه، الرز بيبقى فيه شوك كده من البوز بتاعه، فبتلاقي فيه شوك، فالشوك ده ممكن يجرح حصلت الزغاليل ويموتها، فهم كانوا بيقولوا ان بلاش تاكله للحمام اللي معاه زغاليل. فطبعا دلوقتي كلنا مربيين او معظمنا مربيين في سلكات حديد او سلكات خشب في عيون يعني زي كده، فهتبدا انت تشوف الحمامه اللي مش بتبيض تحط لها، او عندك زي ما اللي بيقول لي الحمام بقاله قاطع بيض بقاله 7 شهور يعني مفيش عنده ولا حمامه بتبيض ولا بيضه،
هيبدأ طبعا يأكل الحمام كله جماعي مفيش مشكلة. فهس هتعمل ازاي؟ انا معايا الكلفة الطبيعية زي ما احنا عارفين اللي عليها برضو ثنائي فوسفات الصوديوم، عليها زي ما احنا بنحط عادي زي ما في الفيديو اللي قبل كده. وهنيجي هنعمل ازاي؟ اهي الكلفة هنحط اتنين مثلا، هناخد من دي اتنين بالشكل ده، اتنين اهو، واحد اتنين، وناخد من رز الشعير واحدة، يعني ايه التلت رز شعير والتلتين الكلفة بتاعتنا العادية. تمام، يبقى واحدة شعير رز شعير مش شعير يا جماعة عشان محدش يخلط بين الموضوع، الشعير حاجة ورز الشعير حاجة تانية، ده غير ده. تمام، وبعدين هنقلبهم وتوزع للحمام اللي مش بيبيض، الحمام اللي مفيش او الحمام اللي مفيش معاه زغليل. تمام اهو، مش اي حد تديله دي، الحمام اللي معاه زغليل خصوصا لو زغليل صغيرة بلاش تقطعها، لو معاه زغليل كبيرة اعطيها عادي. تمام، ممكن تضيفها في الكلفة 10 ايام 20 يوم لحد ما الحمام يبيض، وبعد كده ترجع للكلفة بتاعتك العادية. لو بتربي في سلكات يبقى حطها دايما للحمام اللي مش معاه بيض، لو مثلا في حاجة مش بيضة حط لها من الرز الشعير، لكن غير كده بلاش احط للحمام اللي معاه زغاليل صغيرة لانه ممكن يموت الزغاليل اللي هي صغيرة. يعني ما جيش مثلا احط للحمام اللي معاه زغاليل زي دي، ده ما احطلوش الرز الشعير، خلي ده بالكلفة العادية ما احطش هنا رز شعير. تمام، بالشكل ده. بس علشان تضمن ان الحمام هياكل الكلفة اللي انت حاطط فيها الرز يبقى تعمل ايه دلوقتي؟ ده مثلا حمام اهو معاه بيض بس ما معاهش زغاليل، احط له مفيش مشكلة، معاه بيض برضه احط له مفيش اي ضرر عليه طالما مفيش معاه زغاليل. اعمل ايه؟ ما احطش اكل يفيض عشان ما ينقيش اللي هو عايزه ويسيب الرز. فانا احط له، انا مثلا بعمل اهو واحدة اتنين، هو ده جزء، شفت وجبة الحمامة دي، وجبة الحمامة اهي، احط الاثنين دلوقتي الذكر وانتهيته بس، واشيل الباقي مش هخلي اي اكل يفيد، هو هيجي ياكل مش هيبقى حاجه. القص ده معاه زغليل اهو، زغليل كبرت شويه، هل اكل دول ولا ما اكلهمش؟ اكل دول ماشي، لو اكلهم الرز دول مش هيجرى لهم حاجه، اكلهم خلاص، بس برضو احط لهم قد الكميه اللي هي تكفيهم. دول بحط لهم زي ما قلت لك، انا حطيت اهو واحده، اعمل ايه زي ما بعمل بايدي كده، اثنين ثلاثه شويه صغيرين كده، ثلاثه أربعة أهو، عشان معاه زغلولين، الزغلولين كبار ياكلهم زيهم زي الحمام الكبير، خلاص؟ أهو ده الكمية اللي هتكفي، أنا مش عايز أكل يفيض قدام الحمام زي ما إحنا عارفين، زي ما قلت لك جوع الحمام تاخد زغلول كبير، دي الطريقة اللي إحنا ماشيين عليها على طول، جوع الحمام تاخد زغلول كبير، وبرضه الحمام السايب هحط له طالما مفيش معاه زغلول، زي ما حضرتك بتقول إن الحمام مفيش معاه زغلول هتأكله كله جماعي. بحيث ان يبقى معاه زغاليل يبقى امنع عنه الرز، اكله حتى لما يبيض، هو رخيص اصلا كيلو الرز ب 5 جنيه ونص ارخص من الكلفه، فلو حطيته وضفته مفيش مشكله لغايه ما يبقى فيه زغاليل يبقى امنعه. تمام، لكن مش رز ابيض يا جماعه، محدش يسمع الكلام ده، مش رز ابيض، اوعى تحط رز ابيض، الرز الابيض اللي هو ده بيضر الحمام، مش رز ابيض، رز شعير، رز بقشره مش ده اهو، خلاص يبقى مش الرز ده، الرز الشعير اهو، هتلاقيه برده عند اللي بيبيع الكلفه نفس اللي بيبيع اكل الحمام، هتلاقي عنده الرز الشعير ده. بكده اكون خلصت موضوع فيديو النهارده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناه، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.